أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا هذه الأرقام القياسية المشرفة جدا للنادي الأهلي، واللي الحقيقة يستحق عليها لاعبو هذا الجيل كل التحية والتقدير. النادي الأهلي ككيان لوحده، ككيان متكامل، هو فقط من يصنع المعجزات. هو اللي لما بياخد بطولة بياخد بطولة بمعنى الكلمة، بطولة الجدارة الكاملة والعلامة التامة، ما فيهاش قولان. لكن يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه. الإنجاز في عيون الجماز، الإنجاز عارفينه، الجماز هتعرفوه. لكن مفيش وفاء بين بطل وبطولة، مفيش علاقة حب بين فريق ولقب أكتر ما هو موجود بين الأهلي والدوري. أستاذ عمرو أديب ما كانش بيبالغ وهو بيقول لك الدنيا اتغيرت والحياة اتغيرت والأهلي بياخد الدوري. لا، ده أنا بفكره ده من يوم ما اتقال يا دوري، حياة المصريين بتتغير والأهلي بياخد الدوري. أحداث سياسية كبيرة جدا في المنطقة، حروب بتشتعل في المنطقة والأهلي بياخد الدوري. أنا بقول لكم مفيش علاقة شرطية ولا حالة عشق كاملة بين بطل وبطولة زي ما هو بين الأهلي والدوري. الدوري بطولة النفس الطويل، الدوري بطولة الجدارة الكاملة، الدوري بطولة المقياس الحقيقي للفريق البطل. انتوا متخيلين انه في 48-49 تقوم حرب 48 ويحصل احتلال لفلسطين ومصر تدخل حرب 48 وتنشا دولة الكيان الصهيوني والأهلي ياخد الدوري 48-49 اول بطولة وياخدها 9 سنين. مش بس كده، لما المصريين يستعدوا ويتأهبوا ويعبروا القناة ويحطموا خط بارليف ويحققوا نصر اكتوبر في 73 وترجع الكرة المصرية بعد الحرب 74-75 يكسب الأهلي الدوري، والسبع مواسم متتالية بعد العودة. يحصل اللي حصل في 81، اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، حاجات كتيرة تحصل والأهلي في موسم 81-82 ياخد الدوري ويكمل، يفضل مكمل الأهلي بتفوق كبير جدا طوال سنوات الثلاثين سنة للرئيس مبارك. غالبية الأهلي بطل الدوري فيهم. في يناير 2011 تقوم ثورة يناير، حاجات كتيرة بتتغير والأهلي ياخد الدوري. وعلى ذكر الثورات، ده الأهلي كان بياخد الدوري في العصر الملكي في الوقت اللي رئيس اتحاد الكورة هو رئيس نادي الزمالك وزير الحربية حيدر باشا، والأهلي بياخد الدوري. يتغير نظام الحكم في مصر من ملك الجمهوري في ثورة يوليو 52 والأهلي في نفس الموسم ياخد الدوري. ثورة يناير 2011 تحصل أحداث كبيرة جدا ويتنحى الرئيس مبارك والأهلي ياخد الدوري. تقوم ثورة 30 يونيو ويتم عزل مرسي ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأهلي ياخد الدوري. بقول لكم حالات كتيرة جدا، أحداث ما بتأثرش في علاقة بطل ببطولة. بصوا على تحولات مصر السياسية والاجتماعية هتلاقوا الأهلي بطل.